السلام عليكم. اليوم نروح لولاية ولقلة لنعرفكم بهذا المركب الجديد لإنتاج الألواح الشمسية، واللي يعد يعني رائدا في إنتاج هذه النوع من المعدات، يعني من دنيير جينيراسيون، يعني آخر ما وصل إليه العلم في إنتاج الألواح الشمسية العالية المردودية، اللي تعطي إنتاج يعني مردودية جيدة جدا، وخاصة أنه هذا المصنع يقع في منطقة وسط البلاد، يعني وين فيه طاقة شمسية كبيرة، وراه يتعامل مع عدة جامعات في الولايات المحيطة بالمصنع. إذن شيء جميل جدا، وهو يعني بطاقة إنتاجية 200 ميجاوات سنويا، وهذا أمر مهم جدا أن تكون في هذه المصانع لتحقيق ما نصب إليه، وهو يعني تحويل طاقوي من طاقات الزينري فوسيل إلى الطاقات المتجددة. خليكم تابعوا كل ما يخص هذا الاستثمار الهام جدا في هذا الفيديو، والسلام عليكم. الانتقال الطاقوي أصبح حتمية تسعى الدولة لتحقيقه، وعليه فإن صناعة اللوحات الشمسية أصبح ضمن أولويات المستثمرين الجزائريين المهتمين بهذا المجال. اخترنا مدينة ورقلة لأنها في الوسطية، ومن ناحية يعني الشمسية للجنوب يتوفر على عدة ساعات متواصلة من الشمس، ولهذا اللي جعل المصنع قريب من المستثمرين اللي رايحين يكونوا في من الهضاب حتى بالصحراء الوسطى، وهذا يعني كان اختيار الموقع استراتيجي. غضوة في الانتاج يعني تكون فيه تسهيلات تموين للناس اللي يحبوا يستثمروا في الطاقة، بحكم الجنوب مصدر للاستثمارات الفلاحية الكبيرة والفلاحة الصناعية كقمح وذرة. هذا المشروع تم تمويله بمبلغ مالي قيمته 12 مليون يورو، زود بآخر التكنولوجيا في مجال الألواح الشمسية قصد ضمان جودة المنتوج. مصنع من آخر التكنولوجيا الحديثة، اخترنا عدة معدات يعني جديدة وتكنولوجيا جديدة اللي تتماشى مع متطلبات الوقت. ومع هذا يعني هذا الشيء يعني في السنتين تاع الكوفيد صار فيه تأخر في بناء المصنع، وحتى التكنولوجيا تخلفت شوية، وبعد يعني حاولنا أننا نلاحق بعض التكنولوجيات وقمنا بتعديل على المصنع، وش يبقى ديما يتماشى مع التكنولوجيا الجديدة وهي الأمتروا. مزرعة نموذجية تم إنشاؤها للتأكد من نجاعة المنتوج. جينا إلى بئر ارتوازي من المياه، ويعني عملنا فيه مضخة تمشي بالطاقات المتجددة، وعملنا يعني مجموعة من الألواح الشمسية وقدمت يعني مردودية كبيرة، يعني من 5 الصباح حتى 5:30 تاع العشية، يعني تقريبا حوالي أعطيك ولا أكثر ولا 13 ساعة، كل بدون مازوت بدون جروب إلكتروجين، يعني وهذا هو الشيء يعني من عند الله. يعني هذه يعني هذه كتجربة أولية ودرناها يعني كمثال غدوة للفلاحين. 200 ميجاوات سنويا القدرة الإنتاجية للمصنع تغطي 40% من الاحتياجات الوطنية. تم بيع 1.2 ميجاوات للفلاحين كتجربة أولية في هذا المجال. تموقع المصنع بين أقطاب جامعية جعله نواة تجارب لطلاب فرع الطاقة. اليوم رانا موجودين ما بين 3 أقطاب جامعية، غردايا، تقورت، ورقلة والواد، كل يعني رانا فاتح لها من أبواب، وهذا شيء يعني جميل لواش الطلاب تاعنا يشوفوا عملية الإنتاج وعملية تطور الألواح الشمسية. ما يخفاك فاني في غردايا كاين ما مركز للدراسات حول الألواح الشمسية، فأنا رانا معاه في تعاون، و بطبيعة الحال التعاون حول الكاليتي والمردودية نتاع الإنتاج، يعني زارونا وزرناهم وإن شاء الله رايحين نطوروا الأمر هذا.
المصنع يوظف مهندسين من خريجي جامعة ورقلة تم تكوينهم وتأطيرهم بالخارج. حاليا يتواجد عدد العمال 20 عامل من خريجي الجامعات، ونطمع في زيادة الإنتاج ونوفر مناصب شغل لأكثر من 200 عامل من خريجي الجامعات ومراكز التكوين من أبناء المنطقة. درنا تكوين هنايا من طرف شركة أجنبية مختصة في صناعة الألواح الشمسية، كاين اللي داروا في الخارج وحنايا درنا هنا، وهذه زيادة مليحة للبلاد باسكو في الولاية تاعي واش قريت زعما وخدمت بعدها في الولاية تاعي. وهذا التربص اللي درناه في الخارج خلانا نحلوا مشاكل لي ماشين بوحدنا، اسما ما نشقاوش نروحوا للخارج ولا نعيطوا الجماعه من برا يجوا يديروا المانتونونس لي ماشين. درنا دي فورماسيون في الخارج اون 2018 على كيفاش نمشوا لي ماشين وكيفاش ندير لهم المانتونونس، وهذه الماكينات اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في العالم باش نقدموا الواح يعني بمواصفات عالميه ان شاء الله. تم تكوين حوالي 10 مهندسين من جامعه ورقلة، تم بعثهم الى فرنسا واسبانيا والمانيا، قاموا بمده تربص حوالي 6 شهور، والمجموعه هذه نتاع المهندسين تاع جامعه ورقلة هم اللي قاموا بالتأطير نتاع العمال الاخرين. مشروع ستتبعه مشاريع مماثلة تندرج في إطار تجسيد مشروع الجزائر لإنجاز محطات توليد الطاقة الكهروضوئية بطاقة 1000 ميجاوات. وهذا المشروع الكبير اللي يعني قيمته الأولية بحوالي 2 مليون دولار يعني تفتح آفاق كثيرة لخلق ورشات كثيرة وتخلي المنتجين المحليين أنهم يتطوروا أنهم يبيعوا السلع نتاعهم وتنحي نوع من الكساد، والثاني تعتبر تحول بيئي كالبيئة، والقصد الثاني هو أننا أن التحول يكون سريع وأن ما يخفاكش أن القدرات الغازية تتراجع سنة لسنة، الإنتاج الاستهلاك المحلي في تزايد مادة الغاز، ولهذا على الأقل مشروع الدولة يعني يعكف على أن القدرة الإنتاجية من الطاقات المتجددة أنها تلحق 30% في سنة 2030، وهذا شيء جميل أن نقص الانبعاث الحراري ويوفر لنا يعني كما يقولوا كمية من الغاز للبيع الخارج، وتخلي يعني التوازنات نتاع الخزينة الوطنية يعني في شكل مليح. مشروع إنجاز محطات توليد الطاقة الكهروضوئية سيعرف حركة اقتصادية كبيرة، وهي خطوة مهمة اتخذتها الجزائر لتنفيذ استراتيجيتها الرامية لخفض الاعتماد على المحروقات في توليد الكهرباء.